من الحاجات الحلوة اللي حصلت في الدورة دورة تعليم خط الرقعة إنه زوجتي رجعت للكتابة بعد انقطاع دام سنين، ودي حاجة جميلة جدا وأسعدتني جدا. أنا تحمست ورجعت للكتابة والتمرين بشكل بصراحة بسطني أنا جدا وعجبني جدا، ومستواها بيتطور بطريقة بصراحة هايلة، أنا معجب بيها أوي. ده التمرين ليها، كن فيكون. بصراحة أنا معجب بالتمرين جدا. لما كتبت قبل ما أصحح ونكتب مشق وتكتب عليه، طبعا كان المستوى غير كده تماما. المستوى دلوقتي فرق كتير، طبعا انقطاع سنوات كبيرة ده حاجة صعبة، يعني حتى لو كان خطاط مستواه عادي جدا واحترافي جدا، مستواه بيتأثر بطريقة رهيبة جدا جدا. حتى بعض الخطاطين الكبار كانوا يقولوا إنه خط السبت، كانوا يقولوا على بعض الخطوط، يعني لو خط هو مش راضي عنه فيقول خط إيه سبتي، إنه على اعتبار إنه أخد الجمعة أجازة ما كتبش فيها فخطه اتأثر. علشان كده أنصحكم إن شاء الله بدوام التمرين. تعالوا نبص هنا على التمرين ده، وإن شاء الله الطريقة دي هنتبعها إن شاء الله في التصحيح. الناس اللي هتنزل تمارينها هناخدها ونصححها بالطريقة دي، وفي نفس الوقت نشرح للناس اللي حابة تتابع بالجرافيك تاب وبالإليستريتور الإعدادات. إعدادات البراش هنا أهي، الأنجل 66 درجة، والراوندنس 15% اللي هي التخانة بتاعة البراش، خليها 15 يعني ما نزودش أو نقل عن كده، 14 أو 15. والسايز ده زي ما تحب، يعني أهم قيمتين هنا الأنجل، زاوية الميل دي 66 درجة تمام، والراوندنس اللي هي تخانة البروش تمام. هنيجي هنا للتمرين. طبعا الجزء ده حلو وجميل، والاتصال ده جميل ناعم مفهوش خشونة. تعليقي هنا على المنطقة دي كانت محتاجة الاتصال يكون أفضل، يعني لو هنوصل يبقى الاتصال ما يبقاش مكس يعني كده، لا يعني اما يبقى كده من الجزء ده كده، بحيث يبقى المنطقة دي في علاقة حلوة ما بين دي ودي، او انها تكون بعيدة عن جسم الكاف نفسه، وانا بحب ان الشارة تكون بعيدة شوية عن جسم الكاف مش ملتصقة بيه. حرف النون جميل، تعليقي هنا على الجزئية دي إنها ناشفة شوية. تعال نشوف، لو أنا بكتب هنا لما خدنا من هنا الجزء ده ممتاز جدا أهو، لما نطلع كده بنرجع بيه الجزء زي ما قلنا، هو الجزء زي رقم واحد ده بكيرف شوية، فيبقى أولا في تفصيل هنا فوق في الجزء ده بارز، يعني لو خفينا الـ opacity هنا عملناها مثلا 40% عشان نشوف الفرق بينها وبين الجزء تحت. فأشوف هنا الجزء ده كان قصير، فالتفصيلة ورفعة النون دي حلوة، والجزء النازل ده هنا كان ناشف. لا احنا بننزل بإيه؟ بكيرف كده، بحيث الجزء ده بيبقى زي رقم واحد. وزي ما قلنا الجزء ده مهم جدا لان احنا نستخدمه بعد كده في حاجات كتير. بقية النون صراحة مليش تعليق عليها، ممتازة جدا، وكويس قوي انه حد لسه راجع للتمرين ويعمل الكيرف ده كويس، يعني ده حاجة كويسة جدا. الفاء جميلة، تعليقي بس على رأس الفاء انها تكون اصغر شوية، يعني لو هنعمل الفاء فالجسم ده هيكون أصغر شوية، أو الرأس، رأس الفاء دي هتكون أصغر شوية. الاتصال هنا لو شفنا الاتصال هنا
بصراحة رائع جميل أوي الاتصال من الفاء. النقط دي الاتصالات دي مهمة جدا لأنها بتبرز جمال الخط. السنة على الياء جميلة وممتازة. أنا كنت حابب إن المسافة دي تكون أكبر من المسافة دي، يعني الفاء رأس الفاء علشان نبعد السنة شوية، ولما نكتب ناخد الياء كاف. أنا نفسي لو هاخد الياء كاف من هنا كده كده هصعد هنا كده مثلا، مش ايه، ما همشيش مسافة طويلة. ده تعليق برضو على الجزء ده، على الجزئية دي. النقطة محتاجينها تكون مستطيلة، يعني أقصر من كده شوية، يعني كده. النقطة دي قريبة شوية من نقطة النسخ. الاتصال هنا عندي، اتصال هنا الكاف هنا أحلى، أحلى من الاتصال في كلمة كن. شفنا هنا، شفنا هنا، كاف هنا أحلى بكتير من هنا. تمام. الميل، شوف هنا ميل الكاف هنا كويس، حادف شمال سنة. لا هنا بقى العكس، هنا حادف يمين سنة، فاحنا نظبط ناخد بالنا من موضوع الميل ده. يعني الميل انا لو هكتب الكاف هنا اتحرك كده، يبقى وضعها كده حادفة ناحية الشمال شوية، مش ناحية اليمين. تمام. الاتصال هنا، الاتصال من الكاف للواو، الجزء ده رفيع، الجزء ده مكتوب رفيع، هو المفروض مش رفيع كده، يعني لو هنكتبه هيبقى بناخد عادي بعرض القلم هنا كده. لاحظ المكان، القطة بتاعت البوصة تبقى عاملة ازاي، او القلم هنا كده. فالجزء ده لو شفنا كده قارناه بالجزء اللي تحته في فرق. طبعا الحكاية دي كانت رفيعة منين، الخطأ ده جه رفيع منين، حاجة من اتنين، يا اما وانا بكتب القلم لف، البوصة لفت في ايدي، فبالتالي السمكة هيتغير. يعني لما البوصة تلف مثلا، يعني لو افترضنا ان هي دي البوصة ولفت في ايدي كده، فبديهي اني لما هتحرك افقي هتبقى رفيعة، ولما اتحرك رأسي هتبقى لما اتحرك افقي هتبقى ارفع من اللازم، لما اتحرك رأسي هتبقى ادخن من اللازم. وده واضح شوية في تخانة الايه الكاف هنا، كان بداية انه القلم لف في ايديك وانت بتكتبي. رأس الواو جميل، تمام، ما فيهوش مشكلة. يعني هو يبقى أنعم شوية، يعني أنا خدت كده من هنا، حابين إن رأس الواو يكون أنعم في الكيرف، ما يكونش فيه من فوق إيه، ما يكونش فيه شيء زي السن كده من فوق. تعال نوضحها. تمام. نيجي للرسمة دي أو الجزء ده بتاع الواو، جسم الواو. جسم الواو ده هو حرف ب، قلنا بنكتبه ازاي، بنهتم بيه برضو علشان ما يضربش مننا، يعني ده مش عايز، لسه عايز يعني تفصيل. يعني الجسم الواو ده هنا كده رسمه، ملامحه مش واضحة، لا عايزين ملامحه تكون واضحة. تمام. بنكتبه ازاي؟ عادي جدا بالقلم، بعد ما نزلت بيه رقبة الواو اهو، باخد من هنا، راح اشوف مكان القلم، باخد من الجزء ده بتحرك شوية في اتجاه ميل للأسفل، بعد كده بسن القلم وبعمل ايه، ببدأ امشي مع الخط ده في اتجاهه عادي جدا اهو، وبعد كده بمشي مع الخط ده والف وقابل الجزء ده، وبسن القلم عادي بعمل ايه، بملى الجزء ده بالحبر عادي، ولو في اي ترتيش عادي بعمله بالايه، بعمله بسن القلم او بسن رفيع. تمام. طيب النون،
احنا عندنا النون هنا كتبناها جميلة باستثناء الجزء اللي ايه الاول هو اللي كان خشن شوية. هنا حصل العكس، الجزء الاول ناعم وكويس جدا، بس احنا فيه هنا زي كثفة كده في المنطقة دي حصلت، فاحنا عايزين ايه نمشي بنفس الليونة دي كده. بصراحة يعني تمرين جيد جدا. بعد فترة انقطاع، برافو بصراحة، وإن شاء الله التمارين الجاية هتكون أقوى من كده. تحياتي لك يا فاطمة، وفعلا بحييكي على التمرين ده. طبعا إن شاء الله كل الناس اللي هتنشر تمارينها هنصحح بنفس الطريقة دي مع كل الناس، بحيث إن شاء الله وهننشر التصحيحات دي سواء على الفيسبوك أو على التشانل على يوتيوب في البلاي ليست الخاصة بدورة خط الرقعة. أنا في انتظار تمارينكم إن شاء الله، ويعني بتمنى لكم التوفيق، وتحياتي لكم جميعا. مع السلامة.